رسله ولده ووالده والناس اجمعين. فقال عمر: لانت يا رسول الله احب الي من كل شيء الا من نفسي التي بين جنبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. فقال عمر: والذي انزل عليك الكتاب لانت يا رسول الله احب الي من نفسي التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الان يا عمر. وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الينا من اموالنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظما. وقد قالوا: ان في القلب طاقه لا يسدها الا محبه الله ورسوله، ومن لم يظهر بذلك فحياته كلها حسرات وعيوب والام وغموم. الا تسيروا بمحبه الا تسيروا بمحبتها في محبه هؤلاء في محبة خير العباد الذي من غيرهم حفلت لنا نعمة الإيجاد والإمداد. وقد قالوا: إن الإحسان يسترق الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان، مع ما فيه من أوصاف حميدة وأخلاق كريمة مجيدة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، واكتب
ونرجو السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربل وغلاء وطاعون وزنا ووباء. تأخر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، وأغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا الجهد والجوع والعريان، واشف عنا من البلاء ما لا يشفه غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.